وبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي إلى جميع الزملاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. انتظروا الزملاء أنت وأنا وفاطمة يطلعوا معنا، بارك الله فيكم. والله العظيم والله إلا العجب 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 العجب. تحياتي لكم جميعا زملائي الكرام، اخوتي الكرام، كل متابعينا وزملاء توانا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. والله القضية هذه لا صح، ذهبت في مهب الريح، صح ذهبت في مهب الريح ورجعت لاعب، رجعت لاعب ما بين يعني كشفني نكشفك، العب نلعب ما نلعب، سبحان الله العلي العظيم. تقول ترى لا حول ولا قوة إلا بالله، في بعض الأحيان ما لقاش كلام، ما لقاش كلام الكلام اللي قلته، كاع باختصار ما لقيتش كلام الكلام اللي قلته هذه مدة، ما لقيتش كلام، يعني كل خطرة نفس السيناريو، وراكم عارفين نفس السيناريو، يعني غير لعب هذا طيح ذا قال ذا شاف ذا دار ذا تبهديلة، يعني القضية نتاعنا رجعناها اللي هي قضية مقدسة، رجعناها لعب وضحك ويعني وسبان وفي مواقع التواصل الاجتماعي والجهل، ويعني عيب عيب، يعني لحقنا بالقضية هذه مشي دخلناها في صور، رانا هذه القضية ما خليناش فيها، ما خليناش فيها، حاولوا بكل الصفات، يعني الخوانة اللي موجودين بيناتنا شتوا الفيكتيف وحاولوا يكسروا القضية باش ما يكونوا، لا واني عارف بلي غادي نقعدوا كيما هكذا الى مانيش عارف، الى ان تقوم، الى ان يرث الله الارض ومن عليها، رايحين نقعدوا هك ما نديروا فيها ولو، لا متقاعد يستفاد، لا معطوب يستفاد، لا ارمله تستفاد ولا مشطوب يستفاد. لماذا؟ هل فكرتم؟ واحد فيكم ما يتفكر، واحد فيكم ما فكر، لعبوا بينا، المتقاعد انت يا فور، المعطوب انت مانيش عارف واش عندك، وانت عصرين المقلة، المشطوب انت يا ما نستحقوكش، يديرونا هك، دخلوا بيناتنا، طب طرطقوها، ما كانش، وما غاديش يكون، ما غاديش يكون لخاطرش علاه، الرجالة ما كانش، في ذي القضية ما بقاش رجال، الرجال ما كانش. يا قلت لكم ذيك المره وراني هدرت وشحال من مره وانا نهضر على جد هذه القضيه اللي كسرت الراس تاع والديها، واحد فينا ما غاديش يستفاد، واحد فينا ما غاديش يستفاد، وحتى واحد ما يدي حقه، حتى واحد ما يدي حقه، وحتى واحد ما يتكرم، والله غير نعيشوا اهانه بعد اهانه، والذل غير ان يرث الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها، والله غير نقعدوا اهانه بعد اهانه. احنا تعرفوا وقتاش يستحقونا، يستحقونا من كثرة حشاكم القوادة اللي في وسطنا، يستحقونا فقط في وقت الانتخابات، في وقت الانتخابات يديروا بينا الحملات الانتخابية، لاخاطرش علاه، علاش يديروا بينا حملة انتخابية؟ لأنه الحملة الانتخابية الإنسان يحوس يوصل على ظهري أنا وظهر الزميل تاعي وظهر هذا مانيش عارف هذا المفكر والمدبر في القضية يحوس بأي طريقة، هما يحوسوا يوصلوا الى مشاريعهم الشخصيه والى كذا والى كذا. احنا شكون فلان عس فلان كريتيكي فلان ضحك على فلان سب فلان طيح في فلان كل فلان 500,000 تراس، 500,000 ولا 600,000 تراس، انا مانيش عارف، لا صح كنتوا في العسكر، انا ما رانيش عارف وما غاديش نعرف، لا صح كنتو في الجيش الوطني الشعبي، واش كنتو تخدموا في الجيش الوطني الشعبي الله اعلم، انا راني قاعد قطرات نضرب على هذا ما نلقاش، واش كنتو تخدموا في الجيش الوطني الشعبي الله اعلم واش كنتو تخدموا. مي سبحان الله العلي العظيم، واحد يسفي فلان، واحد يسفي الاخر، واحد يقولوا هادي تايا ماكش من مجموعتي، الاخر يقولوا ماهوش من مجموعتي، تقول سبحان الله العلي العظيم، رايحين تقلعوا دراهم من جيبكم وتمدوهم لهاد الناس، يا سبحان الله العلي العظيم، انا هذه مازالت ما دخلتليش في راسي،
هذا حاسد ذم، هذا كاره ذم، هذا ما باغي الخير لهذا. ما رانيش عارف واش كاين عندكم في عقولكم، ما رانيش عارف. ما استفادتو، ما تستفادوا، ما نستفادوا حنا، ما يستفادوا الناس اللي راه بدون حقوق. انا ما فهمتش، ما فهمتكمش، ما فهمتش هاد الناس اللي كانوا ابطال العشريه السوداء. ما فهمتهمش، لا كانوا ابطال العشريه السوداء ولا بالك اودي ما كانوش ابطال العشريه السوداء. الشهداء الله يرحمهم رجاله ماتوا، هادو كانوا يديروا حاجه واحده اخرى. بالك تبان لي هكذا، تبان لي هكذا. الناس اللي كانت صح عندها قلبها حر مات في الجبل، واش بقاو؟ بقاو اللي كانوا يخزنوا ورش الجر، بقاو اللي كانوا يخزنوا ورش الجر ويشكموا في بعضهم بعض والهربة تسلك. انا بانت لي هك، بانت لي كنتوا تهربوا باش مات، باش ما تلحقكمش الموت. هذه هي باش نجيتوا نتوما راكم حيين. هذا المستوى، هذا هو مستوى تاع السكرية، هذا هو مستوى تاع انسان منضبط. نهار كامل سبان في مواقع التواصل الاجتماعي وتبهدل، واحد يدير في ديك، واحد يدير في ديك، واحد يقذف في داك، واحد يسب في داك، واحد يطيح لذاك، واحد مانيش عارف، واحد مانيش عارف. بينما حقوقنا عند وزارة الدفاع الوطني انت كارهنيه، انت يا عدو يما وانا عدوك. ما رانيش عارف انا يا بيه. هذا العقل راكم تمشاو به، من جبتوه؟ من جبتوه؟ ما رانيش عارف من جبتو ذي العقل انا. الله اعلم، راني نحوس وراني غير نفتش وين لقيتو ذي العقل وجبتوه. انتايا انتايا مشطوب ولا متقاعد ولا ولا معطوب؟ كرهني انا، انا تكرهني؟ راك رايح تعطيني من جيبك ولا انا كارهك رايح نعطيك من جيبي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ما تستفاد لا انت، ما نستفاد انا، ما يستفاد واحد اخر. انتوما عباد، انتوما برم، انتوما واشنو انتوما؟ سبحان الله العلي العظيم، واشنو انتوما؟ راني نحوس على انا عقلي راه رايح يحبس. قاعدين متاكلين في بعضاكم، قاعدين دايرين تبهدل في مواقع التواصل الاجتماعي من بعضاكم. مانيش عارف المستفيد الوحيد شكون، شكون المستفيد الوحيد شكون؟ 500,000 كاع مضرارة، قاعدين خمسة ولا ستة الناس يسوقوا في أمها. مسخر بيا، ما طايقينش تكونوا رجال خطره في حياتكم، ما طايقينش نكونوا رجال خطره في حياتنا. يدخلوكم يدزوكم في خاوتكم للسجن وانتم قاعدين تشوفوا فيهم. انتم رجال، انتم انتم صح رجال، صح انتم رجال وتحوس على حقك. يدزوكم واحد يحبسوكم المخ تاع القضية، وانتوما وحاسبين تجيبوا الحقوق. انتوما انتوما تجيبوا الحقوق، انتوما راح يجيبوا الحقوق. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله ما نعرف نتكلم، ما نعرفش، ما نعرفش، ما لقيتش كيفاش نعبر، انه عقلي راهو حبس، حبس. نتوما تجيبوا الحقوق، نتوما تاع امتيازات، نتوما تاع رد الاعتبار. نتوما صح تجيبوا الحقوق والامتيازات ورد الاعتبار، نتوما تجيبوهم. مانيش عارف واش كنتو تخدموا في العسكر، راجل الله يبارك بالمسطاش تاعو مخير تالي فينا راه فايت 40 عام. لا اله الا الله محمد رسول الله. قاعدين متاكلين في بعضكم البعض، المخير الاخر فينا راه فايت 40، الاخر فينا تحسب بزوز، بسم بالله تحسب غراوي مدابزين تشاكين. واحد يهضر في واحد يجبد في اسرار الاخر. رجعتو كيما نسات الحمامات، شتو هذوك مواقع التواصل الاجتماعي اللي راهم دايرينهم من نسات الحمامات ونهار كامل هما يبهدلوا في بعضهم بعض باش يطيحوا. نتوما راكم اكثر منهم، اقسم بالله اللي بغى يسب غير يسب. انا راني نشوف فيها هكذا،
انا راني نشوف فيها هكذا، راني نشوف في جدها كيما هكذا بغيت تسب سب على روحها. تبهدل بيت سب سب لاني انا ما عنديش المستوى نتاعك باش نسب. وكان عارفون نجبدو كراس الاوسخ بصح ما نقدروش نجبدو، احنا نحترمو. كاين اللي كبار علينا كاين اللي صغار علينا يشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي. تبهدل تبهدل مستوى تاع انسان في عمره فايت 40 عام مازال يسب في مواقع التواصل الاجتماعي، مازال يطيح ويحوس يجيب الحقوق نتاعو. كي الشغل رايح يجيبهم له مانيش عارف انا هذا الانسان، ولا هذا الانسان راه يتكلم على القضيه ولا خرج على جال القضيه، رايح يخطف له من دارهم يدير له الاموال يجيبها من دارهم، ولا يدير له من رزق باه، ولا رايح يجيب له يدير له المال من رزق باه. تحسب رايح يجيب الاموال هذه يديها له من رزق باباه. انا ما لا عندكم اجوبه بارك الله فيكم ما يجاوبوا انا، لانه ساير المخ نتاعي رايح يطرطق، رايح يطرطق بالمستوى نتاعكم. راني نتفرج الم يعني الفيديوهات نتاعكم وكلام نتاعكم، خطره خطره وندخل نتفرج نبقى نضحك 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 نضحك. على واش نضحك؟ على المستوى الرديء، المستوى الرديء اللي خلينا الحقوق وما نعلقش، خلينا الحقوق ورايحين نجيبوا البرقوق متاكلين في بعضنا. تبهدل وعدين جمع وعدين يقول لك اودي راه مش كمول يرجي ويقودوا لي يرجي، وعد يقول لك راه ميدور ذيك. مستوى كي داير يا يعني المستوى كي داير؟ تحسب احنا كنا كطوط؟ تحسب كنا كطوط؟ والله راه تبان لي كنا كطوط حنا. مانيش عارف، قلت لكم بلي يا ودي القضية نتاعنا، القضية نتاعنا ماهيش قضية تاع لعب. واللي خايف واللي خايف يخزن قعد في دارك دير زورة واسكت. اللي خايف ما تجيش تبكي، شت بالله فمك ودخل دارك بالله ورقد دير زورة ورقد. احنا كي نهضرو نهضرو بوجوهنا، وحقنا بقدرة السامع العالي من الدور. وانا قلت كي قلت لكم في الماضي قلت لكم بلي حقي نجيبو 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 وحدي، ولست بحاجة من كما يقول لك ما خصني حتى دعم من اي طرف، من اي حتى انسان، من اي ما خصني دعم حتى من اي طرف، وما نحتاجش الدعم. القضية هذه ذليتوها ذليتوها وبهدلتوا بها، وسمعتونا سمعتوا بنا العالم، بينما هناك ناس قضوا صوالحهم ربي سهل، وانتم مازال الظروف ما مازال الظروف كيما هذاك راكم عارفين لاسويت، راكم عارفين واش هو اللي دور من كثرة ماذا؟ من كثرة المسخير تاعكم، من كثرة النفاق تاعكم، من كثرة الحسد والبغض تاعكم، من كثرة الامتيازات اللي راكم تحوسوا ليها لأغراض الشخصية، من كثرة أغراض الشخصية، لأنه كل واحد فيكم راه يخمم في الغرض الشخصي نتاعو، كل واحد فيكم راه يقول نفسي لأنه خبيث، كل واحد فيكم راه يقول نفسي. ومن تتقدر على الزميل تاعو يقولك تخطي راسي وتفوت لانك خبيث، لانك خبيث ومنافق. كل واحد فيكم يحوس على المشروع نتاعو، كل واحد فيكم يحوس يبان على ظهر الزملاء نتاعو، كل واحد فيكم يحوس يدير الباس بالزملاء نتاعو،
كل واحد فيكم ما يحوس يطلع على ظهر الزملاء انتو، لانكم خبثاء منافقين. قولها لكم صريح العباره، لو كان صح جيتو تخافوا ربي واتقياء، وتخافوا ربي وتخمم في خوك وتخمم في الزميل تاعك وتخمم في المعطوب وتخمم في المشطوب وتخمم في المتقاعد وتخمم في ارامل الزملاء نتاعك، كراكم جبتوا الحقوق وجبتوا الامتيازات. بصح ما دمتم مرضى في قلوبكم عمركم ما توصلوا، ومن المستحيلات توصلوا، من المستحيلات توصلوا وما غاديش توصلوا. والوقت بيناتنا، الوقت بيناتنا، لانه هذه القضيه قضيه اشرف وشرف. اذا ما تعلمتوش، احنا نهار اللي دخلنا النظام هذا وما تعرفوش لا حريه بدون ثمن، وما عرفتوش تضحيه وفداء ومجد، عمركم ما تتعلموا في العسكر، انتم ما خدمتوش في العسكر. انا قريتها كيما هكذا والنظام علمها لي. صابر عليها، صابر، لانه حقي حق مشروع، وهذا الحق المشروع عمري ما نتنازل عليه. كاين حاجة اللي تفصلني بيني وبين حقي هي الموت، ما دمت حية عمري ما نتنازل على حقي. ومشي باش بالفيكتيف ولا با نستحق الفيكتيف، بالرجلة. الرجلة كيفاش؟ مشي بلا بلا رجلة، مشي بلا بلا رجلة. كي ندخل البيرو نصدم نفرع الباب، ما نديرش المشاريع، ما نرجعش، ما نرجعش، وعمري ما نرجع، وعمري ما نترجع للور، عمري ما نرجع للور. وممكن كانوا معايا جماعة من بالعباس شافوني واش درت في الدوزيام ريجون نهار اللي روحت لاكاس ميليتير. كانوا جماعة راهو عندهم مشكلة تاع السكن من بالعباس، إلا تعرفوهم سقسوهم عليا يقولوكم ما نرجعش للور. وكيما كان الحال نلقى السم، تنقلب الدنيا نلقى السم. اللي يعرف جماعة بالعباس اللي راهو القضية تاع السكن في شهر جونفي، كانت عندهم أزمة ومشكلة السكن، يسقسيهم جماعة اللي راهو على جال السكن اللي كانوا قايسينهم في واحد قاسوهم في واحد في واحد الغيوب، قولوا لهم يقولوا لكم أنا ما نرجعش للور، ما يسمونيش نرجع للور. في جانفي كيروات ندفع الملف نتاعي في الناحية العسكرية ثاني، ما نرجعش للور، الحقرة اللي ما نحبهاش. انتوما قاعدين تاكلوا في بعضكم بعض، هب هب هب، طايحين في بعضكم بعض، هب هب هب، تنجحوا في بعضكم بعض، هب هب هب، كل واحد يحوس على المصلحة نتاعو الشخصية. شفتوا الخبث نتاعكم والنفاق نتاعكم وين لحقكم؟ لحقكم لدرجة، لحقكم لدرجة وليتو تبعوا، كل واحد يحوس يكون منسق. ديها هذيك هذيك منسق تاعك ديها، مانيش عارف حاشا جماعه الزينه اللي راهي تسمع فيا، ولا منسق وطني، ولا منسق مانيش عارف ولائي، ولا منسق دائري، ولا ديها معاك ودخل للطواليت مسح بها. حاشا الناس اللي راهي تسمع فيهم، وحاشا الرجال. هذيك منسق تاعك حاشاكم من تدخل المرحاض دخلها معاك. حاشا رجالهم، انه ما نعرفش نتكلم يعني بالسبان، بصح نعطي المعاني. مستوى الرديء، شفتوا المستوى الرديء؟ صبحت القضية مجرد تلاعب، مجرد لعب. مجرد لعب، قاعدين تاكلوا في بعضاكم والحقوق مشات للود. كذب 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 كذب، والنفاق والحيلة، راكم في طروازو ربع سنين، كل واحد يخرج يدير لايف ويقول لك والله الا كاينه، والله الا فيها، والله الا
هذه هي الرجلة نتاعكم في الحليف ولا في الإيمان ولا في أي حاجة، الرجلة نتاعكم هذه هي كملت. مانيش عارف واش كنتو، بالك اللي مانيش عارف إذا كنتو ساعة عسكر ولا ما كنتوش عسكر. الله يرحم الشهداء على كما يقول لك، الله يرحم الناس اللي ماتت، هذوك واقيلا هما اللي كانوا سحرجة، هما أبطال العشرية السوداء. كان كيسمع البارود راه يخزن ورا شجرة ولا حجرة، على ذيك اللي ما راح اللي ما ديناش الحقوق، على ذيك اللي ما ديناش الحقوق. كان كيسمع البارود يخزن ورا شجرة ويقول لهم أنا كنت نحارب، اللي حاربوا ماتوا الله يرحمه، اللي كان يحارب كون راهم حيين هذوك راحوا جابوا حقوقهم. ثم ما جيبوش الحقوق، ثم قعدتوا كيما كيما هذوك العاهرات اللي راهم في مواقع التواصل الاجتماعي دايرين العجب مبروكين بالأمة الإسلامية وبالعرب وبال ده يقرص في دم، ده ياكل في دم، قيادة قيادة تاكل، قيادة وسلطات، قيادة وسلطات، قيادة وسلطات. يامس في فرنسا بز طفل كترو ربي يرحمه قامت القيامة. ها يا رجال، ها رجال قلبت الدنيا، الدنيا قلبتها. طفل خدلوه، حنا على بالكم 500 ألف مقتول، 500 ألف مقتول ميت نفسيا، رانا ميتين نفسيا، 500 ألف ما بين متقاعد وما بين معطوب وما بين مشطوب وما بين أرامل، ميتين، ميتين نفسيا، ميتين في عقولهم، ميتين في قلوبهم، ميتين في الجثث نتاعهم، ميتين حتى في الجثث نتاعهم، حتى الجثث تاعنا متنا فيها. ومازال الكثير من الطحاحنا يلعبوا بالقضية، ومازال قاتلي قاتلك كيما نسات الحمامات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ناس كي شافوا في الفيديو شافوا الانسان هذا كي قتلاتو الشرطه الفرنسيه ربي يرحمه، ناس كاع كانوا يشوفوها فيها من باب واحد اخر، بصح انا شفتها من باب واحد اخر. شفتوا شحال واش صرا في فرنسا؟ حنا 500 ألف، 500 ألف ميت، وناهيك عن الشعب الجزائري ما نحكيش، 500 ألف ميت خمسمية ألف ميت في الجيب وفي المرض وفي المعاناة ويموت في صمت. كي تهضر يقول لك راهم راهم متحدين علينا، راهم راهي الجزائر يعني راهي في حالة، راهم يحوسوا يضربوها وراهم يحوسوا يديروا. واش دخل الحقوق في الضرب؟ واش دخل الجزائر راهي مستهدفة في الحقوق؟ واش دخل الحقوق في استهداف الجزائر؟ الجزائر مستهدفة، كاين الناس ليها، كاين اللي يحموهم، نعطونا الحقوق ومن بعد نستحقنا الجزائر رانا هنا. وحتى ولو كان ما كانش الحقوق كنت تستحقنا بلادنا رانا هنا. بصح الحقوق واجب، شرع واجب. من أين مستهدفة الجزائر؟ من أين؟ مستهدفة منا رانا، ان حنايا اللي قدمنا للوطن هذا والناس اللي قدمت للوطن، الوطن هذا راهم يهانون اليوم اهانه على اهانه. نصهم متهجر، نصهم راه عايش في اوروبا، نصهم راح مانيش عارف وين همل، نصهم مات، نصهم مازال يعاني، نصهم كذا. بينما خاوتنا قاعدين يقتلوا في بعض من بعض ويكسروا في بعضهم بعض.
لا حياة لمن تنادي. ومن بعد يتكلم، من أين الحقوق؟ مين راح يجيبوا الحقوق أنتم؟ مين راح يجيبوها؟ من عند التنسيقية؟ من عند المنظمة؟ من عند الفيدرالية؟ مين راح يجيبوها الحقوق؟ راكو تجي حملة انتخابية وهذا، وأنا من هذا المنبر رئيس الجمهورية ممكن يلحقوا ذا الفيديو. أنا ما نفوتيش عليك، والله ما نفوتي عليك، لأنك وعدتنا وراني درت لك فيديو ثانية وقلت لك باللي يهودي وعدتنا وخالفت معنا الوعد، وعدتنا في باتنا وخالفت الوعد معنا، والله ما بقات لي ثقة فيك. ما نكرهكش كشخص نورمال، إنسان عادي، نشوفك إنسان عادي رئيس الجمهورية، نشوفك إنسان عادي كيما راني نشوف الناس جميعا. أنا ما عنديش فرق رئيس جمهورية ولا شعبي بسيط، سي كيف كيف بالنسبة لي أنا في عقلي غير كيف كيف، غير هو انت يا ربي يعطيك ذاك المنصب باش تخدم على روحك وتخدم البلاد، وانا شعبي بسيط يعني عادي، انا نشوف فيك انسان عادي كيفي كيفك، انا في راسي نشوف فيا انا وانت يا رئيس الجمهوريه غير كيف كيف. انت بازيت عليا لانك رئيس جمهوريه، هذاك ما كانوا تخلص وتخلص 200 مليون ولا شحال في الشهر، ما رانيش نشوف فيك حاجه اخرى. كاين الناس اللي تشوف فيك حاجه اخرى، انا مانيش نشوف فيك حاجه اخرى، انا شنقريعه ما نشوف فيه حاجه اخرى، شنقريعه ما راني نشوف فيه، راني نشوف فيه انيما انسان راه خدام في وزاره الدفاع الوطني كفريق اول، انتهى الكلام، راه خدام راه خالص عليها، تربح تربح هي الربح، ما راني نشوف فيك حاجه كبيره، ما راني نشوف فيك، ما راني نشوف فيك كيما يقول لك رب اعلى، راني نشوف فيك انسان عادي، لانه ما كانش فوق الارض اللي يجي فوق الحكم تاع ربي سبحانه عز وجل، ما كان حتى انسان، الناس كامل سواسيه متفاوتين، كاين اللي متفاوتين درجات بالعلم، وكاين اللي متفاوتين مانيش عارف انا في العمل نتاعهم كاطارات، بصح كي اليوم خرجت انا من الجيش الوطني الشعبي وشطبتني وخرجتني وظلمتني وقهرتني وراني برا، راني معتبر سيفيل، ما اني نشوف فيك عادي انسان عادي، اني نشوف فيك انسان عادي، اني نشوف فيك انسان عادي، يعني بالنسبه ليا ما عادي، يعني لو كان كنت في الثكنه نحترمك كفريق ولا فريق اول، دروك راني نشوف فيك نورمال عادي، ما رانيش نشوف فيك حاجه اخرى، ولا راني نشوف فيك حاجه كبيره، ولا انت هو اللي تقلع الروح، ولا اللي تنزع الروح، ولا كيما راهم يشوفوا فيك الناس، كيما الناس راهم يشوفوا فيك بلي يهودي كيشوفوا كوموندون، ولا يشوفوا مانيش عارف كولونيل، ولا مانيش عارف واش يشوفوا عميد، ولا لواء، ولا مانيش عارف كي شغل تبالهم بلي يهودي هو اللي منو راني نشوف فيك انسان عادي، غير انت فايتني بالمنصب تاعك، راك تأدي في الواجب تاعك، راك خالص عليه، انتهى الكلام. كاين اللي حاب يبوس لك كراعك، انا ما نبوسلكش كراعك، ماشي كيف كيف. إذا كان واحد آخر يحب يبوس الدركي ولا يبوس الشرطي رجلو ويدير لديك لديك، ما هذاك هو، أنا مانيش أنا، أنا ما نكونش كيما هو، أنا مانيش كيما هو، أنا نعرفك السلام عليكم، السلام عليكم، إنسان كيفي كيفك، أنت فايتني بال كيما يقول لك بال بلاتوني تاعك احتراما، سلام سلام، تربح تربح، كملت الهضرة، درت مخالفة طبق عليا القانون، بصح إذا كان في حقي مظلوم ونصيب الناس طبع كيما شفناهم شفناها من نهار اللي كنت في البلاد، ما عندناش بزاف في جون في يعلق في الشرطي ويقول له روح قهوتك راهي خالصه في الكونتوار، احنا ما نديروش هاد الحوايج، احنا ما نديروش هاد الحوايج، هذا الشيء ما نديروش، احنا ما تعلمناش هكذا. انا عندي حقي ثاني حقي، وكي ندير حاجه اون دور دو لا لوا طبق عليا القانون، كي ندير حاجه من بعد القانون طبق عليا القانون. انا ما تعديت على الجزائر، ما تعديت على رئاسة، ما تعديت على بلاد، ما كسرت ما خرب، عندي حقي، وحقي عندي الحق نخرج عليه، وعندي الحق نكسر البيبان عليه، حقي، مادام انت ما سمعتليش عندي حق، هذا حقي. لو كان جاو كاع الرجال هادو اللي كتشوف فيهم والزملاء هادو 500 الف تفكر كيما راني نفكر، كورونا دينا الحقوق، صار الرجال ما كانش الا من رحم ربك، رجاله سواء في بعضهم بعض ولا رجاله في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا مكان، هذا مكان. انا دحماني ولا مانيش عارف، هو يقول فيها لا عايش لا بالفي، ولادو عايش لا بالفي، وانا محروم من حقي وراني نسكت له، واحد يقول له عندي النيميرو تاع دحماني ونعيط دحماني، يا رات مانيش عارف انا، ما قلت لك ما نعرفش نهضر، ما نعرفش والله ما نعرف نسب، كنت تعرف نسب انا نقولكم.
هذه النيميرو تاع دحماني وعندي اللواء فلاني، واش ندير بها انا اللواء فلاني ولا فلان ولا فلتان؟ واش ندير بالمعرفه نتاعو؟ واش راح ندير بالمعرفه نتاعو انا؟ انا عندي حقي في وزاره الدفاع الوطني، وزاره الدفاع الوطني موش دحماني، دحماني موت، شنكري حي موت، الناس كامل تموت، الناس كامل تموت، الناس كامل تموت. وزارة الدفاع الوطني تبقى مؤسسة، مؤسسة هذه فيها كنت أنا من أنا من هذه المؤسسة، أنا كنت في هذه المؤسسة. واش دخل شنقريحة؟ واش دخل الفرقاء؟ واش دخل العمداء؟ واش دخل لواء شنقريحة؟ ما أنا حتى وليتو الشكي ما تطوها مانيش عفوا تولي تشكي ما تطوى قتلة. سبحان الله العلي العظيم، اقرب قسما بالله يقولكم عبيد جيبوا لي مانيش عارف جيبوك. يا سبحان الله راح نقولكم كلام اللي عمركم ما سمعتوه ولا سبحان الله. تما يخرج فيك العبيد يقول لي غدوه جيب لي بنتك ولا جيب لي مرتك اديها له ولا صاحبي. لحقتو ذليتو بالقضية، ذليتو بروحكم. سبحان الله هذه هي الرجلة نتاعكم. مين هاد الرجلة؟ مين؟ مين هاد الرجلة نتاعكم؟ واحد عنده لازم، لازم حنا كبشر أول حاجة حس بروحك بلي نتا إنسان. الأمر الثاني ربي هو القاضي، هو القادر. هادو اللي راهم فوق العباد ما يديروا والو غير يدخلوا كامل يدخلوا للمراحيض، كاع يروحوا للمرحاض صاحبي. وانت قاعد تشكم لفلان وشيته لفلان وشيته لفلان وشيته لفلان. واش تبون هذا رئيس الجمهوريه ما يدخلش المرحاض ولا شكري هذا ما يروحش المرحاض ولا؟ ذليتونا، ذليتونا، ذليتونا وذليتو القضيه. سبحان الله. روح اللي يرجي يقول لهم هذا عبد القادر بن شهرب يوم مهبول في راسه يهدر يهدر ما يسكتش. روح ليهم راه شكمني. روح يا انا ما خايف حتى من واحد. يا قلت لك ما خايف حتى من واحد. نهار اللي كنت في البلاد اني قلبت كوميساريه قلبت لها جدها. اما نسكتش انا، ما نسكتش على الظلم، اما نسكتش. واللي بغى يديني للحبس كي نجي فاني قار عليه في الايروبورس. او يا حقي مانيش نطلب عليك، راني نقول فيها ونعاود. اما نسكتش، ما نسكتش على حقي. سبحان الله. اذا انت كنت شيات ولا تحب الشيطة ولا تحب السبان ولا تحب بوليس يكون صاحبك ولا تحب كابيتان يكون صاحبك ولا تحب كوموندو يكون صاحبك ولا تحب كولونيل يكون صاحبك، انا بيني وبين الكوموندو وبين الكولونيل وبين الشرطي السلام وكسكرمط. سبحان الله. هو يخدم في خدمته راه خالص عليها، وانا مواطن يوفر لي الحق الامن والحمايه، وكي طالب بحقي هو اللي يحميني. توما مانيش عارف العقليه نتاعكم تاع ما رانيش عارف، ما رانيش عارف. انا مازلت ما لقيتش العقليه نتاعكم، مازلت راني نحوس نفهمها وراني في شحال نقرا فيها ما لقيتهاش. كيفاش راكم حابين نجيبوا الحقوق؟ كيفاش؟ لو كان صح رئيس الجمهورية حاب يمد لنا الحقوق، العهدة كملت، العهدة كملت، رئيس الجمهورية ما لحقوش. والله ما نسمح لك يا رئيس الجمهورية، وإن شاء الله هذا الفيديو يلحقك، والله ما نسمح لك في الدنيا وفي الآخرة، إن شاء الله يلحقك قبل لا تموت، لأنه كي تموت راهي قاسما بربي ما غادي نسامحك. والله ماني مسامحك، والله ما راني مسامحك يا رئيس الجمهورية. تشطبني وتقلع لي الحقوق تاعي وتزيد توسخ لي الملف تاعي، ومن بعد تخليني نعاني وما على بالكش بيا. كي شغل انسان مرضي راح يموت برا، روحوا روحوا قيسوه برا، ما تحوش عليا شحال خدمت. نعرف بلي انا دخلت بالميدسان دو ترافاي كيما يقول لك طبيب العسكري شرعي
فوت عليا تالي اخر نهار اللي مرت كنت في الماء في الثكنة العسكرية، ما تحكيليش معايا. كي نخرج نخرج بكامل الحقوق. وترد لي الاعتبار من 2002، دبر راسك. ما نحوش نفهم. لي انا كلب ولا؟ حاشا الناس ولا؟ حاشا كراكم تشوفين فينا، تشوفوا فينا حيوانات ولا؟ الحيوان عند اليهود وراه عنده الرحمة. عند اليهود يرأفوا به. يا سبحان الله، الحيوان عند اليهود يرأفوا به. ومتمني لي بان سامحك، اما سامحك شاه؟ لو ما سامحك لا تا لا شنقريحة تاعك لا جاي تصالح لا حتى اللي ماتوا كيف 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 بوتفليقة كاع لا لا تسامحهم إلى يوم الدين. أو الله ما سامحهم. تاني دول. ونقول لك فاني والله ما زايد منتخب. من الآخر. والله ما نفوتي. أروح أنت أجبرني باش نفوت عليك ولا نفوت على أي شخص. الله ما نفوتي. من الآخر. واروح انت يدير علي الذراع ديال الكابوس انا نقول لي فوت. حريتي الشخصيه نهضر كيما نحب ونتبع حقي كيما نحب. حنا لو كسبنا الرجال في وسطنا كنا جبنا حقوقنا، لكن الرجال ما كانش. قضيه قضيه رجال بصح حنا راه في وسطنا حاجاكم وحاجه قدركم اكثر من العائرات. القواده واش كيما يعطوها قتله. ما كرنا تبنى الحقوق والامتيازات. دخلوا جدنا كاع على السف للحبس هذا. انا كي نجي للبلاد طلعوني طلعوا كاع العالم. والله الا حقي ما راني متراجع له وحق ربي وكتاب ربي العزيز الاشرف من الجزائر ومن الكره الارضيه. ما راني متراجع على حقي، ماشي لا دوني للحبس الا لفصلتو لي الراس تاعي لجثتي. واللي بغى يموت رخيص الله يذلك موت رخيص، واللي بغى يموت طحان الله يذلك موت طحان، واللي بغى يموت شيات الله يذلك موت شيات، لانك اصلك شياتين. لانه الراجل لأصله شيات يخرج شيات، وليده يخرج شيات، وبنته تخرج وولد ولده يخرج شيات، والقواد يخرج ولده قواد على حساب. قال لك قلب الباب، قال لك قلب القدرة على فمها تشبامها، قال لك تال باغ تال فيس. ملخ الطحان وليد طحان. لو كان باباه كان سبع وراجل ما يكونش طحان. والشيات يكون شيات. لو كان راجل، لو كان باباه كان راجل ما يكونش وليدو شيات. لانه الزعامه ما الزعامه تجي من عند الرجال اللي ربوا الاولاد. نعرفوا المخير في هذه القضيه اللي راهي تبع فيها هذه اللي كرفص لها الراس تاع والديها. بصح الرجاله ما كانش. ما خممتوا، ما قلتوا ودي كاين ارامل الشهداء اولادهم راهم مساكين في الميزيريه، ما قلتوا ما عطوا بين راهم كاع الحقوق، ما عندهم لا حقوق ولا امتيازات ولا كذا. ما فكرتوا في المشطوبين، ما فكرتوا في من اين انتم يرحم جدكم؟ من اين انتم؟ من اي كوكب انتم؟ انسان حاسد خوه، حاسد الزميل تاعو، البغض، الحسد، الشكيمه، قوده. الشرطي والعسكري راه يظل يدمر في الطرقان، يخلص 5 ملايين و 6 ملايين، واحد خدام في البيرو في الكازورو البريتالي سالاري تالي توجي 14 مليون، والعسكري والجدارمي والدركي والعسكري والشرطي بيتي في الخلا يتوجي 6 ملايين. هذه بلاد هذه. سقسي لي على السالاري في الكازورو شحال يدير، المدير يدير فايت 60 مليون في الشهر. والعسكري بيت في الجبل يطيش، والشرطي بيت في الطرقان يطيش، والتركي بيت كيف كيف، والجمارك رجال الجمارك كيف كيف.
والناس لحقت على البلاد هذه باش يعيشوا صحاب الكوستيم والكرافات، وزيد تحرموهم من الحقوق نتاعهم. من بعد يقول لك احنا رانا بخير. ورا روحوا شوفوا الخدام التاني في كاسورو شحال يخلص. في كاسورو تاني تاني يجيب 14 مليون 11 مليون 12 مليون. الناس بيتا في جبال الطايش تاكل في البرد وفي الجليد وفي الثلج، يخلص 3 ملايين ولا 4 ملايين، وعدد بلا بريم بلا بريم الى يلحق ديك 4 ملايين ولا 4 ملايين ونص. ذاك الجندي وذاك العارف والعارف الاول والتركي اللي راه يبات في الطرقات والشرطي اللي راه يبات في الطرقات. وناهيك عن المشطوبين والمعطوبين. قال لك خدمنا البلاد، واش خدمتوا البلاد؟ انا كي تكلم لي على الخارج انا واش دخلني في الخارج؟ انا واش دخلني في جد الخارج؟ قيم الشعب تاعك، قدر الشعب تاعك، تهلا في الشعب تاعك، الشعب تاعك يحميك ويحمي بلاده. واش دخلني في الخارج انا؟ انا كنت بين لي روحك فرعون قدام الخارج لما واش ندير بجدها؟ الو كل الشعب تاعي يموت في الميزيريه. قيم الشعب تاعك، اعطي الحقوق للشعب تاعك، الشعب تاعك يوقف ضد اي خائن على الوطن. علاش خايفين على الانقلاب؟ وعلاش خايفين على البلاد الى المؤامرات وخايفين من المؤامرات؟ من اين المؤامرات؟ السكنه كي تتبنى بالساس مليح وبالبنيات مليح، الريح اللي يجي ما يطيحهاش ما يطيحهاش عمرها ما طيح. بصح السكنه كي تكون مغشوشه ومبنيه على الغش الريح اللي جاي يديها. نتوما لحقتوا ولاد بلادكم كيما هكا، نتوما لحقتوا الشعب الجزائري كيما هكا، نتوما لحقتوا كاع الامه. باجي نقول لك ما تهدرش، نهدر نهدر وما نحبش. كون لقينا رجال كون راه من الحقوق، كون راه ما عندنا حقوق، كون راه عندنا امتيازات، وكون رانا فاني حنا رانا نتكرموا اليوم. انا على حاجه تاع صح والله ما نسكت، والله ما نسكت على الصح. انا قلت لك كيف صليت الجثه تاعي افصل لي الجثه تاعي للراس تاعي، افصل لي ما بين راسي وجثتي ثم نسكت. بصح والله ما يسلك، والله ما نحبس لك، والله ما نسكت. عمري والله ما نعيش ما نعيش مذلول. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، وتحية الجزائر برئيس الجمهورية بتبون بشنقريحة بالمؤسسة العسكرية. تحية الجزائر بكم ولا بلا بكم، المهم حقوقنا. والله يرحم الشهداء بلا مزيتنا. بصح حنا ماناش تاع الله يرحم الشهداء بلا مزيتنا، بلا مزيتنا الله يرحم الشهداء وبلا مزيتنا، لانهم ضحاو باش خلاو باش يخلونا حنا نعيشو يا الحرك، حتى ولينا متواجدين في الدول الاجنبيه باش يخلونا حنا نعيشو الشهداء. الناس تحت بالناس باش تحرر البلاد ويعيشوا ولاد البلاد هذو، ولاد الجزائر يعيشوا في رزق، في رزق ارضهم، في ارض جدادهم كما كانوا يقولوا. انتم حرمتونا حتى من، انتم حرمتونا حتى من رزقنا، حتى من حقوقنا، من حقوق جدودنا، من حقوق جدودنا حرمتونا. ربي يحرمكم حتى من الشهاده ان شاء الله. جزائر الناس ماتت على جالها باش نعيشوا معززين مكرمين، ليس مهانين متواجدين في الدول الاجنبيه. اللي هرب فينا واللي مات واللي راح مسكين راح يداوي واللي خرج مانيش عارف واش صرا فيه واللي كتلاتو الميزيريه واللي وفي بلادو محكور.
في بلاده محقور. راكم حاسبين هذه سهله؟ احنا بلا رئيس الجمهوريه وبلا شقريحه وبلا قياده الجيش الوطني الشعبي كامل كيما راكم، حتى واحد فيكم ما دخل ولا تدخل في القضيه هذه، حتى واحد فيكم ما دخل في القضيه هذه. انا بلا بيكم وبلا ما تكونوا انتوما. تحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. بصح انتوما والله ما سامحكم الى يوم الدين. وحنا الجزائر باش ديروها في بالكم، الجزائر نموتوا عليها. تعرفوا شنو نموتوا عليها؟ حبا في الوطن وحبا في التراب نتاعنا. بصح انتوما انتوما ربي يتوكل امركم ان شاء الله في الدنيا والاخره. انتوما ربي يتوكل امركم في الدنيا والاخره. لماذا؟ لماذا؟ ولادكم عايشين لابالفي، ولادكم عايشين لابالفي، بينما حنا ولاد الزوالية اللي ما عندناش العرف وما عندناش لي كادر وما عندناش اللي وصل الرسالة نتاعنا وما عندناش اللي جاب لنا حقوقنا وما عندناش اللي يوقف معانا وما عندناش اللي يوقف على القضية نتاعنا. كليتونا 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 ظلما، دمرتوا لنا حياتنا. الله يدمر ايامكم ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. ان شاء الله تدمر ايامكم ان شاء الله في الدنيا والاخره. وربي راه شاهد على هذا الدعاء ودعوه المظلوم. والله ربي حرم الظلم على نفسه فانه مع المظلوم حتى يؤتي حقه. والله العظيم يا دعوتنا غير لحقتكم كقيادة. أي واحد فيكم من رئيس الجمهورية وهبط رئيس الجمهورية إذا كان ظالم، راني نقولو ظالم 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 ظالم، أنا ما نسب حتى إنسان، وعمري ما نروح العائلة ولا نتوجي إنسان ولا نتوجي شرف ولا نتوجي إنسان في شرفه ولا ما نديرهاش باسكو مانيش متربي عليهم. بس نقول لكم حاجه، كرئيس الجمهوريه كالقياده تاع الجيش الوطني الشعبي انا ما يهمنيش ما يهمنيش الاحتفال نتاعك، احتفال تاع الشهاده. لو كان احتفال اللي احتفلتوه كنتو تكبروا بينا، كبروا بينا في اي وقت. احنا من منتسبي المؤسسه العسكريه، احنا من منتسبي المؤسسه العسكريه، وظلمتونا وحقرتونا. وشكون اللي حقرونا؟ حقرونا بعض القيادات اللي اليوم راكم تطلعوا لهم في الشام وتطلعوهم في وتطلعوا لهم في الكراد. حقرونا ظلما وتعسفا، فهمتوا؟ وكاين بزاف منا اللي ظلم ظلم وجابوه برا وحقروه، واحد فصلوه واحد شطبوه واحد دارولو واحد دارولو، حتى واحد ما دخل. ودروك انا ماني نشوف، ما كان حتى انسان، ما بقى حتى انسان نبغيه، ما بقى رئيس جمهورية كشخص كشخص. اذا انت راك تشوف فيه بريزيدون، راني نشوف فيه انسان. اذا نتوما راكم تشوفوا فيه لو غوا تاعكم، راني نشوف فيه انسان، انسان راه يؤدي في المهام نتاعو مثل لو بريزيدون ماكرون دو لا ريبوبليك فرونسيز. سي كان بريزيدون مي سي نورمال، سي ان هيومان، اي لي اون تران دو فار سون ترافاي با بلوس كو سا. إلي با لو مانيش عارف أنا لو غوا دو موند ولا مانيش عارف، سي أن بريزيدون نورمال، سي أن هيومان، سي أن هيومان، إنسان، إنسان راه يخدم في الدولة تاعو، ولا لو بريزيدون دايوغ، ولا بوتين سي أن هيومان، راه يخدم في البلاد تاعو، أي رئيس سي أن هيومان. نتوما نتوما لا راكم تشوفوا في حاجة وحدة أخرى. وظليتونا بهذه الشتاء تاعكم والشكيمه تاعكم والظل تاعكم، انتوما اللي لحقتونا بالقوادة تاعكم، لحقتونا نقعدوا بدون حقوق، لحقتونا نقعدوا بدون حقوق. رئيس الجمهورية راه يخلص تقريبا 160 ولا 170 ولا 180 مليون في الشهر، رئيس دولة
راه خالص عليها، ما تقوليش انا راه يدير فيا في مزيه، هو ولا غيره، هو ولا غيره. لو كان الشعب ما يحطش كراو، ما يحطش ما يحطش ما يحطش رجليه في قصر المرادي، والشعب علاش طلع في مال قصر المرادي باش يحمي، باش يخدم البلاد ويخدم الشعب. الوغ كل وعود الكاذبة نتاعو، راه وعدنا، وعدنا وعد، وهذا الوعد كاذب. وعدت الزملاء نتاعو انا جميعا بكل الشرائح في باتنا، الوعد نتاعو ما دار فيه والو. بصح انا بتجيب حمله بيا انتخابيه واحده اخرى، والله ما تقول لك، وانا نحلف لك اقسم بالله العلي العظيم، انا من الناس اللي غادي يوقف ضدك في الانتخابات. غادي ندعم انسان واحد اخر ما ندعمكش، والله اي انسان غادي ندعم. ندعم اي انسان واحد اخر نهضر عليه، اذا عجبني البرنامج تاع شخص اخر، والله ما تقول لك ما نكذبش عليك، انا نتكلم بالبرنامج. الناس ملاح ما عندي ما ندير بهم، ما عندي ما ندير بناس ملاح، انا نتكلم بالبرنامج. اذا كان برنامج يخدم العامه وفي صالح العامه راني نتبعه، انا ما نتبعش الوجوه، ما عندي ما ندير بالوجوه ولا بالضحكه، الضحكه ما عندي ما ندير بها. احنا كاع ناس ملاح وكاع ناس قباح، كاع ناس ملاح وكاع ناس قباح. انا خصني البرنامج هذيك تاع الناس ملاح، ما غاديش نجيب لداري انا ناس ملاح. كيما مامي نهضر معاها نقول لها ما هو شكون اللي بغيت نفوت عليه، تقول لي فلان ناس ملاح. انا ما عندي ما ندير بالناس ملاح. هذيك بكري كانوا يحشروا القلولة، دروك ما كانش، بكري كانت النية ويحشروا لهم بالناس ملاح، يجي يسلم عليها على عمي الحاج كي راك داير وعسلامة واخبارك وراك لاباس وروحت ومرحبا بك وكاش ما يخصك ولا حاجة، رانا هنا ومن بعد الله يفوتوا عليه يروح ويخليه. انا ما تحشرنيش بهذي، انا البرنامج. اي انسان يطلع للسلطة لو كان ما يكونش عنده برنامج باب، والله لا انتخبت عليه، والله ما ننتخب عليه. اعطيني البرنامج نتاعك. وين يروح يلعب صلاي هذيك اخويا صفيان الله يرحم باباك، انا قلبي راه يخرج. انا ضربه لك عاقل على جبت روحي من ضربه تدقيش، جبت روحي ما ضربه تدقيش غالي، قلت لهم هاو توهكم، ها يدوكم واحد مليح، غير يدوكم واحد مليح اللي يهضر يدوكم، وانتم قعدوا تصفقوا كنشة الحمامات. واش هادو هادو راك حاسبهم يدخلوا، هادو يروحوا هادو يدخلوا مع الحبسه، هادو غادي نقول لك مانيش عارف واش كانوا يخدموا في العسكر راسك. انا جبت راي القضيه على مكاش رجاله، ها مكاش رجاله، وين تغوين الحبس هذا 500 الف لو كان جواك فين على كلمه واحده قال روحوا للحبس، روحوا كامل للحبس. شوفي لما نجيبوش الحقوق والامتيازات، اولا نجيبوا الحقوق والامتيازات والشعارات والزيادات وكاع الحبوبه تاع سيدي ربي نجيبوها، اما تاكليش على روحها من الله يهدي امها. ما همش رجاله الا من رحم ربك، واللي تهني فراني عليها اولا، واللي توسوس راني عليه ثانيه. اه والله وين راه من الرجله هذه، الرجله راك حاسب بالرجله غير واحد وكل رجل اول. انا طلعت لا ريجيو قسما بالله، لا كاز ميليتير دوزيام ريجيو ستمست فيك كيما نعاج. واش رينا غدا تشبر، انا مانيش عارف انا تشب كلاب ولا مانيش عارف حاجه الجماعه اللي راهي تفرج. تحسب احنا نحن تحسب ما كناش احنا في النظام، وكي شغل احنا ما عندناش كاع حقوق وما عندناش اولويات وما عندناش كاع. شبعنا رانا خارجين على هذا النظام، سبحان الله. وراي الرجله وراي الرجله قاعدين ياكلوا في بعضهم بعض، انا نشوف في فيديوهات قسما بالله العلي العظيم تضحك، تشبع ضحك يا صاحبي، تهبل تشبع ضحك. النساء تاع الحمامات وما يديروش هذا الشيء، شتنسى من يطلعوا للمقابر يقعدوا عند راس الميت يقعدوا قاتي قاتك، راهم كيما هكذاك. مي كنا صغار كنا نشوفوهم، هذيك هي ما يهضروش كاع، ومين تبان لهم الهضره يطلعوا عند المقبره، في المقبره فوق راجل فوق المقبره تاع الميت يدو قاتي قاتك، قال بروجي تاعهم يجبدوه، راهم كيما هكذاك. والله الرجله راك حاسبها سهله، ولا الرجله ماهي سهله، ما والرجله الناس راحت بها للحبس، والرجله بالناس بات على جال الرجله ماتت، ماتوا الرجله.
رجله ما تتلج الرجله. خلينا نرحم باباك، والله العظيم لك البيره مدمره نادي جا العصره واذن. اسمعونا، على كل حال انا ما قدرتش، ما عندي منزيد، ما عندي منزيد، ما عندي منزيد. نهار اللي تكونوا رجال ان شاء الله نروحوا نجيبوا الحقوق ان شاء الله. نهار اللي تكونوا رجال جيبوا الحقوق ان شاء الله. المهم السلام عليكم، وتهلاونا في رواحكم، بارك الله فيكم جماعه اللي راهم يتبعوا اللي كانوا يتبعوا فينا. تحياتي لكم جميعا، واللي وصلوا الميساج راه وصلوا، واللي ما وصلوش يا ودي لا يجعلوا يوصلك. اقعد ثم، روح دير ثوره، روح دير ثوره، وروح ارقد واستنى الحقوق يطيح عليك، ولا دبر فلوكا روح حرق على روح. تحياتي لكم جميعا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.